رح نتابع محطاتنا وريوة صارت موجودة معنا على ساحة السلامة. ريوة صباح الخير. صباح الخير غيدا، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم موضوع فعلا هيك ما كتير بتتناوليه، يعني صح. ريوة، موضوع واحد اوقات بيحس حاله انه مش بس لحاله بهالدنيا، بحس انه في اشخاص حواليه يمكن وهو بس الوحيد اللي عم يسمع هالاصوات، وهذا الشيء اليوم رح تفصليه شوي بالحديث، يعني تشرحي شوي ليش بيصير هيك وكيف بيصير وطريقه التعاطي مع هالموضوع. صح، هي مشكله اللي هي بعض من الأشخاص عندهم انزعاج أو كره أو بصير عندهم توتر من أصوات بتزعجهم لألهم بس ما بتزعج غيرهم. هي اسمها الميزوفونيا. وكان في جدل علمي، الأطباء والجسم العلمي كله كان في جدل إنه هل بيعتبروها ديس أوردر، يعني بيعتبروها اضطراب ومشكلة قائمة بحد ذاتها، ولا هي بتدخل ضمن مشاكل صحية تانية، يعني أشخاص عندهم مشاكل صحية تانية ومن ضمنها بينزعجوا من أصوات معينة. لكن يعني ساعتها بأعمار معينة، يعني بعدين مثلا بمشاكل مثل الزهايمر وغيرها. مظبوط، أشخاص عندهم الزهايمر، أشخاص عندهم أبيليبسي، أشخاص عندهم مشاكل نفسية معينة. لكن لقيوا بعدين مع الوقت ومع الأبحاث، بعد هذا الموضوع بحاجة كتير لأبحاث، لكن الأبحاث اللي عملت لحد هلأ لقيوا أنه لا، بيستحق أنه ينفرز لوحده وأنه يكون مشكلة قائمة بحد ذاتها وتتخذ بجدية. رح نحكي أول شيء شو هي. شو بصير؟ أنه مثلا بتكوني أنت قاعدة عم تاكلي أنت ورفيقة لقلك مثلا، مجرد انه هي ما عم تمضغ الاكل انت صوت المضغ عم بيزعجك، عم بيوترك، حدا عم بيمضغ علكه، او حدا عم بيتاوب، او مرات مجرد انك تسمعي صوت التنفس لاشخاص حواليك بصير هالموضوع بيعمل لك اضطراب. مرات ممكن صوت وعم بتشوفي شيء، يعني حدا ماسك القلم وعم بيبرم ويطقطق فيه ويدق فيه على الطاوله، اول مره ثاني مره بعدين خلص وقفوا. فبتصير هيك، لقيوا انه كثير من الاوقات كانوا يقولوا لهالاشخاص عم بتزيدوها، عم بتدلعوا، تجاهلوا هالصوت، هيدا بيقطع ما بيصير في اي ازعاج لكم. لكن بينت الدراسات انه هو جزء منه فينا نقول منتل او ايموشنال، يعني عاطفي والجانب النفسي بيلعب دور، وجزء منه فيزيكال، يعني فعلا لقيوا انه بالدماغ في تغيرات بتصير عند هالاشخاص غير عن الاشخاص الباقيين. بجامعه نيوكاسل ببريطانيا عملوا دراسه، لكن دراسه صغيره، وبلشوا من بعدها صاروا يعملوا ابحاث اكثر على جروبين، مجموعتين، 20 شخص ب 20 شخص، 20 شخص عندهم هالمشكله، هاي الميزوفونيا او هالانزعاج من الاصوات، وعشرين شخص تانيين ما عندهم هالمشكلة. لقيوا انه لما بيعرضون في طبعا فئات بالاصوات المزعجة بتعتبر اكترها اللي بتوتر صوت بيبي عم بيبكي او صوت ناس عم بتصرخ، هيدولي يونيفرسال، يعني كل الناس بينزعجون. نعم. واقل الاصوات ازعاجا اللي هي من الا نيوترال او حياديه نوعا ما، صوت الشتاء عم بينزل او الدنيا عم بتشتي او عم بتمطر. نعم. فعرضوهم لهالاصوات، لقيوا انه المجموعتين تفاعلوا بنفس الطريقه، الاصوات اللي كثير مزعجه انزعجوا منها، والاصوات الحياديه كانت عادي بالنسبه لهم، قطعت هيك. لكن لقيوا انه الاصوات اللي بتزعج الفئه اللي عندها ميزوفونيا، يعني هي اصوات حدا عم يقرش خياره، حدا عم بيمضغ، حدا عم بيتاوب، هالأصوات هيدي لقيوا أنه لا، الأشخاص اللي عندهم ميزوفونيا يشعروا فيها أكثر بكثير، صار في تغير بالدماغ بمنطقة معينة بالدماغ، صار في تغير، وهي هالمنطقة هي مسؤولة عن الإيموشنز أو العاطفة، سواء الخوف أو الغضب أو التوتر، فلقيوا أنه صار في تغير بهالمنطقة، بالمقابل عند الأشخاص التانيين ما صار في تغير. نعم. فإذا لقيوا أنه في تغير جسدي عم بيصير بالدماغ، تأثيرهم عليه مختلف، وقالوا أنه لازم نعمل أبحاث أكثر عن هالموضوع. رح أحكي شوي أكثر بس تنشوف الناس شو رأيهم بهالموضوع، وهل بيعتبروا أنه هن بينزعجوا من أصوات ولا لا تقطع بالنسبة لهم تقطع. نعم. عادية. وش
شيء هيك. بعرف فيك شخص انه بيتضايق من الاصوات اللي تطلع عن طريق الفم، بيتضايق كثير لدرجه انه حتى بعض الاحيان انه يضطروا يغيروا مكانهم اي من الاصوات تطلع عن طريق الفم، حتى لو كان صوت كثير خفيف وواطي، اصوات الاكل مثلا صوت البوب كورن او الخياره او هيك شيء. انا ما بتضايق بس بيي اللي بيتضايق، فلما اكون عم باكل تفاحه ما بتحمل ابدا انه يكون انه يسمع حدا عم بيكدش هالتفاحه قدامه، بس هو لما يكون عم ياكل تفاحه عادي ما بتفرق معه، ما تاكلي حدة ضهري روحي على اوضتك هيك. انا مثلا ما بضايقني هالشيء، لا لانه طبيعي يعني العلك هو اصلا بتذكر تمك، وبدل مثلا اوقات صوت التفاح او صوت الشيء اللي بيقرش بده يطلع يعني في اسنان وفي شيء عم بيطلع صوت. بيئتي كيف تاكل مكرز ما بتحب الصوت يطلع الاكل بس لتالكي ويطلع صوت كثير بضايقه. بتضايق من صوت العلك اذا عم تقرشي جزره عم تقرشي او ماي جاد انه شو هال طب كيف بدهم يقرشوها يعني بيبلعوها بلا. طبيعه الانسان هيك ما فينا نغير اراده رب، بدك تقرشي بده يطلع صوت، تاسس البذر بده يطلع صوت. بالعكس بتونس بصوتهم انه عم بيقرمشوا هيك شيء مميز بحسه وبتشجع على الاكل. شفتيني ها وقفت هون شيء بشجعني اكل. في الطبيعة اللي قالت بيا بيتضايق إذا هي عم تكدش تفاحة حده مظبوط، يعني بيسمعوا الصوت وبيصيروا ردات الفعل بتختلف. إجمالا بيّنت كل الأبحاث أنه بيبلش بعمر تقريبا فينا نقول ما بين 9 سنين و 13 سنة بيبلش يحس الشخص أنه هو في أصوات عم تزعجه أكثر من غيره. نعم. ولقيوا أنه هي شائعة أكثر عند البنات أكثر من الصبيان، ما منعرف ليه. ردات الفعل بتتراوح بين ردات فعل خفيفة لردات فعل تكون كتير قوي. يعني بيّا للبنت قال لها قومي ضهري من الأوضة، ضهري كل التفاحة. نعم. بمحل تاني. فهي ممكن تكون ردة الفعل أول شيء توتر، انزعاج، ممكن تكون شوية غضب أو تعصيب، وممكن توصل لمرحلة أنه يصير الواحد شوي أجرسيف أو عدواني بردة الفعل. نعم. سواء لفظيا بالكلام القاسي أو مرات ممكن جسديا أنه ممكن يقوم يضرب هالشخص أو يكون ردة فعله كتير عنيفة. هيدي بالحالات قصوى صح. نعم. مرات ممكن تسبب له نوع من الخوف أو نوع من البانيك، التوتر اللي كتير شديد اللي غير مبرر، لأنه هالصوت هيدا عم بيتكرر بصورة كتير متكررة. فهذه ردات الفعل بتختلف، وبالتالي ليه خطورتها هالمشكلة، أو مش خطورتها، ليه إذا فينا نقول جدية هالموضوع. نعم، ولازم واحد يتعامل معه بطريقة، لأنه هو بيأثر على حياة الشخص، لأنه شوي شوي ممكن يخليه يصير منعزل اجتماعيا، يعني ما بيقدر يأكل مع العيلة، ما بيقدر يأكل مع حدا، يمكن بيتفادى يروح على أماكن عامة على مطاعم لأنه بده يسمع أصوات صحون، أصوات قرمشة، أصوات أكل، بالتالي بتسبب انعزاله اجتماعيا تدريجيا، خصوصا اذا الحاله زادت وكثير قويت. ممكن كمان تاثر على عمله، لانه انت ببيئه العمل مرات مثل ما شفنا بالتقرير الكيبورد، يعني عم نكبس عم نطبع على الكمبيوتر، صوت الكبسات عم ممكن تزعج. في اشخاص بينزعجوا، في اشخاص ثانيين بالنسبه لهم عادي، او تكتكه التليفون لما بيكون عم يوصل مساج او واحد عم يطبع او صح. كمان ممكن مزبوط. تزعج او مسكه القلم عم نكبس فيه كل الوقت، فهيدي ممكن تكون تسبب كمان عدوانيه، يعني الشخص ردة فعله على زملائه بالعمل فيها شوية عدوانية أو تعصيب، أو يكون تأثر على إنتاجيته، أو مرات إذا بيئة العمل بيشتغل فيها صوت مكانات معينة ممكن هي صوت هالمكنة يوتره ويزعجه أكتر من أي شخص تاني. فمن هيك هيدي هي المشكلة، ما بيكون عندهم أي مشكلة بالسمع، يعني فيزيولوجيا جهاز السمع عندهم كتير سليم. عادي ما في أي مشكلة، لكن هني عندهم مثل ما قلنا هالتوتر من أصوات معينة. يعني هل في علاج؟ الحقيقة بعد كمان في كتير أبحاث عم بتصير على هالموضوع، ما في علاج مباشر لها لأنه بعد عم بيدرسوها، لكن عم بيكون في عدة أمور. أول شيء
انهم يساعدوا، ممكن اوديولوجيست يساعد بهالموضوع، الناس المختصين بجهاز السمع. فممكن كيف بيعالجوا الطنين بالاذن، لقيوا انه ببعض الحالات بيساعد انه نعالج بانه يكون في صوت معين يطغى على هالاصوات هيدي، نعطيهم مثل باك جراوند صوت. باك جراوند ممكن استعمال الاير بلاجز اللي هي مثل فينا نقول الاير بلاجز اللي هي مثل الايرفونز تبع التليفون يعني، او وبتدخل بالأذن هيدي بتخفف من حدة الصوت. لقيوا أنه كمان ممكن تساعد. لقيوا مرات أنه العلاج النفسي ممكن يساعد كمان مع سايكولوجيست، الكونسلينج والاستشارة ممكن تساعد لتعودهم لهالأشخاص أو تساعدهم يتجاوزوا أو يتأقلموا مع هالموضوع أو يعرفوا كيف يتعاملوا معه. في حالات اللي هي القصوى كتير، لأنه مثل ما قلنا في جانب نفسي مرات بهالموضوع، يعني هن بعده العلم عم بيشوف الجانب النفسي والجانب الفيزيكال أو الجسدي فيها، فلقيوا أنه مرات بعض العلاجات بأدوية ممكن أنها تساعد مثل أنتي ديبريسنس أو علاجات معينة، هون أكيد الطبيب بيحددها. هلأ نحن ببلادنا ما في سنترز أو عيادات أو كلينكس تهتم بالميزوفونيا بالتحديد، مثلا بأمريكا في كلينكس مخصصة، عيادات لهالموضوع هيدا، وفي فينا نقول جمعيات بتهتم بهالموضوع وسبورت جروبس يعني مجموعات دعم. نحن ببلادنا ما في، بس أنا هدفي من هالحلقة أنه الأشخاص اللي بيتضايقوا من هيك أصوات اللي ذكرناها ما يستحوا يقولوا، واللي حواليهم يفهموا انه مش بايدهم، يعني هن ما عم بيكونوا بس لمجرد انه بدهم يعترضوا او مجرد انه بدهم يعطوا ملاحظه. فكتير مهم نحكي مع طبيبنا عن هالموضوع ونشوف شو فينا نعمل. هل منروح عند اوديولوجيست، يعني الاشخاص المختصين بجهاز السمع؟ اول شيء كمان ليكون في فحص لجهاز السمع، نشوف ما عندنا اي مشاكل تاني بالسمع. اذا ما في، فاذا منبلش شوي شوي نركز انه في ميزوفونيا على هذا الموضوع، ومنشوف شو الأمور اللي لازم تنعمل مثل ما قلت الإير بلاغ أو علاجات تانية. ممكن مرات نكون بحاجة لمساعدة أخصائيين بعلم النفس، فإذا ما نستحي نحكي عن هالموضوع. وكمان تبينت بالدراسات أنه تغيير يعني أو الاهتمام بنمط حياة صحي بيساعد، يعني إذا مننام كفاية بالتالي أصلا توترنا بيكون أقل، فبالتالي طاقة احتمالنا بتكون أكتر. فيمكن الصوت اللي لما منكون ما نايمين كتير منيح ومتوترين بيزعجنا من أول مرة، يمكن بوقت تاني بياخد وقت أطول ليزعجنا أو منقدر نتحمله. ستريس مانجمنت كمان نقدر نضبط الستريس ونتعامل معه، تبين انه هيدا له دور كتير كبير بيساعد. والرياضة لانه كمان بتساعدنا انه نخفف من الستريس ونسترخي، بتساعدنا نتعامل مع هالموضوع. فهي هي تقريبا الميزوفونيا اللي هو موضوع بعد ما كتير معروف، نشوف كتير اشخاص بيعانوا منه لكن ما بيحكوا عنه لانه ما عارفين انها هي مشكله، بيستحوا يمكن يحكوا عنها واللي حواليهم ما مستوعبينها. مظبوط. نحن بنرجع نشوفك ان شاء الله روا بعالم الصباح. اكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع الشيف حسين ورشه ملح وايضا مع لما، وشوفي خليكم معنا.